قال النابغة الجعدي واصفا جهاد الصحابة، قال: أتيت رسول الله إذ جاء بالهدى ويتلو كتابا كالمجرة نيرا، إلى أن قال: ونحن قوم ما تعود خيلنا إذا ما التقينا أن تحيد وتنفر. قال لك الخيل بتاعتنا نحن ما بتحيد ولا بتنفر. قال: وننكر يوم الروع، يعني يوم بخاف الخائفون، وننكر يوم الروع ألوان خيلنا من الطعم حتى تحسب الجون، الحصان الأبيض تحسب أشقر من حمرة الدماء. لماذا قاتل الصحابة بهذه الصورة؟ وضح لنا في بيت شعر واحد. قال أبيت على التقوى، يعني زادنا نحن في القتال أول حاجة التقوى. قال: أقيم على التقوى بفعلها. أنا ما مجبور، التقوى دين وإيمان عندي، ما شعارات. ليس الدين عندهم كما عندنا، شعارات الإسلام ظاهرة لكن في الحقيقة الإسلام ضعيف. قال: أقيم على التقوى وأرضى بفعلها، وإني من النار المخوفة أحذرا. لما خاف أولئك الله عز وجل، خاف منهم الأعداء، أرسل أحد قادة الروم يوم اليرموك واسمه القيقلان، أرسل جاسوسا من نصارى العرب إلى جيش المسلمين، وجيش المسلمين 36,000 فقط بقيادة خالد، وجيش الروم 240,000، 8 أضعاف المسلمين. أرسل جاسوسا قال له: شوف لي جيش المسلمين ده كيف. فلما عاد إليه قال له: رأيت ناسا سجدا ركعا بالليل، فرسانا بالنهار، إذا سرق فيهم ابن مليكهم أقاموا عليه الحد، وإذا زنى فيهم ابن مليكهم رجموه. قال: فقال قائد الروم القيقلان: قال لئن كنت صادقا فيما تقول فبطن الأرض خير من ظاهرها. لما خاف المسلمون الله، خاف منهم الأعداء، أرسل جيش المسلمين إلى أبي بكر في تلك الغزوة رسالة، قالوا لو نحن قلة ونريد مددا. فأرسل إليهم رسالة من 3 جمل، يا ريت لو نحن نستوعب الرسالة دي من 3 جمل. قال: أنتم جند الله والله ناصر من ينصره، ولن تهزموا من قلة، من قلة ما بتهزموا. قال: إلا من قبل الذنوب فاحترسوا منها. يا ناس، نحن نقاتل بالتقوى بالإيمان، والنبي صلى الله عليه وسلم كان في الجهاد يوصي الجيش بالتقوى. يا أخي، حتى مع الأعداء يقول لهم: لا تقتلوا امرأة ولا صبيا ولا راهبا في معبده ولا تقطعوا شجرة. جيش المسلمين يحارب وسلاحه الإيمان والعدالة والتقوى والرحمة حتى بالعدو. اليوم خرجت علينا جماعات أساءت إلى الإسلام، جماعة داعش، جماعة القاعدة، غير من الجماعات التكفيرية أساءت للإسلام. ليس في الإسلام هذه الفعائل اللي يفعلوها، قتل لأبرياء، إساءة إلى الدين، قتل المسلمين، ليس هذا من الجهاد الذي كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن أيها المسلمون، قال عليه الصلاة والسلام: حتى ترجعوا إلى دينكم.